محمد يا محمد عم استاذ حموده ايه الضيف لا والله تاخر كثير عيوني علمني طيب شغلي قهوه لو سمحت عيوني استاذ شكرا يا اعداد الضيف فين يا شباب؟ حدا يشوف لنا الضيف يا شباب حدا يحكي معه سودي تفضل استاذ سلم ايديك استاذ بتعرف شو اللي عم بيصير؟ احكي باختصار لاني مشغول لك استاذ عم يحضروا لك لك عم يحضروا لك نور شو الموسم الثاني والله العظيم يا استاذ لك شفتهم بعيوني وسمعتهم بداني لسا ما خلصنا الموسم الاول علمي علمك استاذ بحياه ربك لا استاذ عم داروب بلا يشكوا فيني سلام استاذ <applause> اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في برنامجكم نور شو الموسم الثاني. الموسم هاد غير الموسم الاول. هالمرة رح نحكي عن الناس اللي فوق فوق فوق. اللي طول عمرهم بيحاولوا يضحكوا علينا. وعودهم اسهل واكثر من افعالهم. كذبهم وخداعهم ما في ولا احلى. لا والله الاحلى من هيك صورهم اللي بتزين شوارعنا وما ضل غير يلزوها قبل <applause> ما بلش فيهم واحد واحد حابب لهم يعني يا اخي ناس عظماء ما في كلام فيكن ازدهرت الشام وارتوى النيل وشبع المغرب العربي واغتنى الخليج وعمر اليمن واينعت سله الغذاء في السودان وما نسينا الصومال وما ضل اتجاهات ولا حدود ولا جواز ولا قيود ولا معتقلات احسن <applause> حاكم عربي لانهم اول شيء كلهم خ... ما في فيهم حاكم رجال يعني مثل ما نحن بنقول ما في حدا عنده كلمته من عنده <تصفيق> 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 <laughs> okay. Um, um, in my opinion, Middle Eastern presidents are a little conservative. They're. Um... <laughs> I don't know. <laughs> what do you uh, think? I don't know, really. I don't really have an opinion. <laughs> okay. So, yeah. Uh, do you have a favorite president from the Middle East? <applause> I don't know that many so or no I don't I don't have one not really yeah, yeah. ما بفتكر في حدا صادق منهم يعني صعب انه انك تقول انه في واحد فعلا صادق فيهم كلهم ورا مصالح يعني وكلهم ب بي يعني بيشتغلوا مع انظمه خارجيه I think there are many problems in the Middle East today, and unfortunately, world leaders are not addressing all of those problems. They have to consider the entire region, not just their own country, their own ethnic group, their own uh, religion. Uh, and and uh, if peace is going to take place, then everybody has to give. A little bit. There has to be compromise, and that's the kind of leadership that, unfortunately and sadly, we don't see today, even even coming from the U.S. Obvious that they're not doing a good job. If, if they were doing a good job, the world would be in peace. That area of the world would be in peace. Happening in Syria is also terrible. I don't know what to do about it. I don't think bombing is a good idea. That's it. So you don't know. I know some of them, but I don't know if I have a favorite one. Like Sisi, I know Sisi. Uh, أدريانا الموضوع خطير جدا الوطن العربي في خطر فاهميش اسئله عشان افهمك اياها لان انت اذا ما فهمتي يعني الوضع كثير راح يزيد خطوره نو عربي طب استني شوي شوفي شوفي افهمك شغله أه سوريا اقتصاد اه فرط نزل ما بقى في ما بقى في اقتصاد في سوريا صار الدولار عالي كثير 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 يعني عرفت شلون؟ بيبتا أو اوكي طب انا راح افهمك بطريقه ثانيه السعوديه السعوديه اه اللي يعني 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 ها بلشت بلشت ها بلشت شوي يعني اقتصادها يطلع <تضحك> اوكي <لا>. نعم بس ايش فشيت ايش فشيت بس نيت <تضحك> ايش بس انا فهمك انا حطي حطي عينك هون <تضحك> عينك هون شايف شوفي العراق العراق هات شايفه اه عم يا حرام دمروا ونعلوا السلسفيلو اه بدهم يخلوه مثل سوريا سوريا اللي ما بقى فيها شيء اقتصادها خلص شو <تضحك> اي <تضحك> فشتي بس طب بس لحظه بس افهمك شغلي لك شغلي. <تضحك> <تضحك> في نوك. في نوك. <تضحكي> افهمك شغلي شو كنوك كنوك افهمك نو عربي لك عربي، يمن وفي عمان وفي حطونا الفيديو ورجعنا لكم اصدقائي من جديد. الامه العربيه تعيش ماساه ما بعد ماساه. ظلم وقهر واستعباد وما الى هنالك. ما هو دور الحكام العرب في هذا الاتجاه؟ رحبوا معي بضيفنا الكاتب الصحفي والخبير الاعلامي الاستاذ محمد الاسواني. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد في برنامجنا نورشو للموسم الثاني. اهلا بك استاذ نور واحنا سعداء ان نكون معك في هذه الحلقه. طيب الامه العربيه هذه الى اين تتجه الان؟ في الحقيقه علينا ان نعيد ما تم كتابته وما تم اظهاره في السنوات الاخيره كيف نشات تلك الدول المسماه بالدول العربيه ابان الحرب العالميه الاولى والثانيه كان المستعمر الفرنسي والغربي عموما كان له مقصد واحد هو هدم الخلافه العثمانيه وفي المنطقه العربيه كانت ما زالت ترزخ تحت هذا الاحتلال مه. وليس هناك استقلال منطقه الخليج على سبيل المثال كان عباره عن مجموعه من القبائل والعشائر. وكل منهم له الولاءات. البريطانيين في القرن الماضي أو من قرابة 150 سنة. كان يصفون ساحل عمان بأنه ساحل القراصنة. والسبب يرجع لأنه كان أهل قطر وأهل عمان. وأهل رأس الخيمة. يعني عائله القواسمي كانوا يفرضون ضرائب على المراكب التي تعبر من خليج هرمز. فالبريطانيين طبعا كانوا متضايقين من هذا الامر. ففي حقيقه الامر القراصنه الحقيقيين هم البريطانيين الذين كانوا يحتلون البلاد الامنه. ويسلبون خيرات تلك البلاد. الا وانه في المنطقه بتاعتنا من هم تعاملوا مع المحتل واصبحوا يعني ياسرون وفقا لاجنده المحتل الغربي وهذا كان واضح حتى ان قررت بريطانيا انها تترك منطقه الخليج على سبيل المثال اول ما تركت القبائل والحكام في المنطقه كل عشيره بدها انها تعلن لنفسها دوله او اماره ومن ذاك الوقت اصبح قرار هذه المنطقه بايدي بعض العائلات اللي هي لا ترعى الا مصالحها الشخصيه والشعوب اصبحت شعوب مهضومه ومكلومه وليس لها اي حق في انها تطالب بحريتها. للاسف ومن ذاك الوقت تضع الخريطه بعد سايكس بيكو المنطقه العربيه كلها نعم. كل من اتوا على السلطه اصبح ولائهم لمن اتى بهم. من اتى بهم يا اما الانجليز يا اما الفرنسيين واما بعد ذلك الولايات المتحده الامريكيه اللي هي وضعت يدها بالكامل على المنطقه العربيه. يعني الان فبالتالي مستهد... ليس لحكام المنطقه اي اراده ولا اي قرار، يعني هم ليسوا اصحاب القرار وهم سبب في دمار الامه العربيه. اكيد لانهم هم يسيروا ضد اراده هذه الشعوب، عندما تريد تلك الشعوب ان تحقق امنيات او رغبات تجد الحكام دائما يضعون في حسبانهم اول شيء هل هذا سوف يغضب الغرب ام سوف يرضي الغرب؟ آل آه آه سعود آل آه سعود وحكام الخليج والحكام في وادي النيل وفي المغرب العربي قبل أن يأخذون أي قرار يخدم مصالح تلك الشعوب يوائمون بين آه رغبات الشعوب ومصالح الغرب إذا آه مصالح الشعوب تتعارض مع, تتعارض مع إرادة الغرب, الغرب آه إذا يتم قمع إرادة الشعوب ومنذ ذاك الوقت نحن نعيش مأساة نعم. والشعوب دائما بتحاول من وقت للتاني انها تتحرر من قبضه المحتل طيب ما هو دور الشعوب الان كيف بدهم يرجعوا الشعوب كرامتها للامه العربيه تلك الانظمه الموجوده حاليا هي انظمه غير شرعيه وانظمه تؤدي دور وظيفي للغرب وعلى سبيل المثال يعني انت منطقه الخليج عندها دخل سنوي يتجاوز مئتين اه 2 تريليون يعني 2000 مليار هذه الأموال الضخمة نعم. أين تذهب هذه الأموال يا إما يبددها السفهاء يا إما توضع في بنوك الغرب لصالح أسر وأفراد نعم. داخل هذه الأسر نعم. أو تعطى عبارة عن جزية لحكام الغرب وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه كي يبقون على السلطه. يعني رشوه. مثل ما عملوا مع ترامب لما زار السعوديه واخذ بالضبط الجزء بالضبط فانت الامور الان اصبحت واضحه لدى الشعوب ولا تحتمل الشك يعني جميع الانظمه بمختلف يعني اشكالها وانماطها سواء امارات ممالك جمهوريات قد تتقارب لتحقيق بعض المصالح للشعوب أو تتباعد. نعم لكن في النهاية هي لا تحقق مرض الشعوب كما ينبغي. نعم قد يكون يعني هناك شيء من الرفاهية لجزء من الشعوب في الخليج. نعم ولكن ما زال الشعوب يعني الشق الكبير فيها تعيش الفقر وتعيش التهميش وليس لديها الحريه في انها تقول ما يجب ان تقوله طيب استاذي ما هو دور الاعلام الان في هذا الاتجاه في هذا الشان الاعلام ما هو الاعلام الاعلام هو عباره عن وسائل اعلام وناس تعمل داخل تلك المؤسسات سواء صحفيين معدين كتاب اصحاب راي في الحقيقه هؤلاء جميعا الصحفيين والاعلاميين في العالم العربي ليس لديهم ما يقولون خارج اجنده الحكام والتملق والتسلق والانتهازيه وهم يمشون في ركاب تلك الانظمه يعني و... ولا ينظرون طبعا. اطلاقا اي اعلامي ولا صحفي داخل منظومه البلاد العربيه دائما يسير وفقا لاراده الاجهزه الامنيه التي تسير تلك البلاد. اهم شيء لا تقترب من الحاكم سواء ملك امير رئيس بدك بس على الحاكم بالضبط يعني انت ممكن كصحفي اعلامي تتحامل على الشعوب تتحامل على اوطاننا تلوم الشعوب العربيه تحقر من الشعوب العربيه ولكن كي تعكس الصوره الحقيقيه من رغبات لتلك الشعوب قلما تجد ذلك. يعني قد تم انشاء احدى القنوات في الخليج العربي تعبر الى حد ما ك يعني يعني يعكس صدى صوت الشارع العربي وهي قناه معروفه لدى الجميع وهي تحارب لهذا السبب. نعم. ولا نريد ذكر اسم تلك القناه مجرد انها تنقل الاخبار وتعكس الاحداث هي غير مرغوب فيها وهناك من الدول التي قامت بحصارها وكان هناك مخطط لاحتلالها يعني وتقتيل هذا الشعب اللي هو مجرد انه حاول يعمل نافذه اعلاميه تعبر عن وجهة نظر الشعوب العربية تماما فده يبين الطامة الكبرى اللي احنا لو, لو هذا على سبيل المثال يعني أنه لو عائدات أو الثروات اللي في الوطن العربي رجعت وكان لكل مواطن عربي له نصيب فيها هل قامت هل, هل ستقوم هناك ثورات ضد الحكام هل سنعيش بخير وسلام هو اساس اي حكم العدل والواضح من بعد تاسيس تلك الدول والانظمه اللي هي غير شرعيه وهي متاسسه وفقا لاراده المحتل القديم <applause> وحتى الان تلك الانظمه لم تصحح حتى مسارها ولم تتقارب لشعوبها الا <applause> من رحم ربي هم حاولوا انهم يعني يجدوا حلقات وصل بينهم وبين الشعوب إنهم يعملوا برلمانات وهمية أو, وهمية. أو مجال الشورة وهمية تمام. حتى يشعروا شعوبهم أنه لهم رأي وأن صوتهم واصل ولكن حتى الآن ليس هناك تقسيم عادل للثروات ما زالت ثروات الشعوب العربية منهوبة وتبدد بدون رقيب بدون حسيب فأنا لا أستثني أحد تمام. إطلاقا إلا بعض الدول بتحاول تحقق بعض الرفاهية للمقربين ثم الأكثر قربا لهم كنظام ولكن كل من يعارضهم سياسيا فكريا بيهمش يا إما يتم إخفاؤه إخفاء قسريا يا إما يقتل يغتال يا إما يدخل السجون كما هو حادث في البلاد العربية من المغرب إلى المشرق فهنا السؤال بالنسبه للاعلاميين ما هو دور الاعلاميين في حاله واحده يكون لهم دور الا اذا يعني انسحبوا من منظومه الاعلام الحكومي واصبحوا مستقلين وبداوا يعتمدوا على توصيل المعلومه الصحيحه عبر السوشيال ميديا عبر مؤتمرات عبر ندوات عبر كتب من المؤكد انها لا تطبع في البلاد العربية تطبع خارج حدود البلاد العربية توضح الأمور على حقيقتها وبهذا يستطيعون أنهم يؤدوا دورهم كأصحاب رسالة كصحفيين إعلاميين ولكن طول ما هم يعني موجودين في ظل تلك المنظومات فهم لا يمكن يستطيعوا قول الحقيقة ولكن فقط اشياء يعني من باب المجاملات لا اكثر اه يعني ذره ايش في العين يعني فلا <applause> لا غير مجديه يعني طب استاذ محمد هل هناك فرق بين الحاكم العربي والحاكم الغربي في فرق ولا نفس الشيء طبيعي انت الشكل نفس الانظمه الغربيه هي انظمه نفعيه بتبص لمصالحها والحقوق الشعوب في اوروبا يعني خاضت حروب داميه نعم. ضد الممالك الاوروبيه وضد التسلط الفاشي الدكتاتوري نعم. في الغرب واستغرقت اكثر من 200 سنه تلك الحروب الى ان نالت الشعوب حقوقها فانت ما في استقلال حقيقي اللي لازم تدفع له ثمن فهل شعوبنا قادره على انها تدفع هذا الثمن أما أم سب... هي تقبل بالعبودية وتركن إلى الفتاة الذي يلقى لها من تلك الأنظمة الغير شرعية يعني لسه إلى الآن الشعوب ما دفعت الثمن حتى الآن ما دفعت وال... وال... هي والملايين اللي ماتت هذا الحراك هذا الحراك الذي تم قمعه في المنطقة العربية بدءا من الثورة في تونس ثم مصر ثم ليبيا وما تلاها سوريا آه شعوب حاولت انها فقط تنتفض اظهرت الوجه القبيح لتلك الانظمه الوظيفيه تماما اللي هي لا تخدم مصالح شعوبنا واصبح الامر واضح وجلي والان احنا في مرحله قراءه للمشهد من هو ضد مصلحه تلك الشعوب ومن هو مع اراده تلك الشعوب الامور بتدرج الان بتظهر في قمع في تلجيم للافواه في المنطقه العربيه ولكن هذا الهدوء الظاهر في المنطقه العربيه ليس معناه الخنوع ولكن الشعوب حيه وهي في طريقها ولكن في طريقه انها بتتلمس الان تتلمس وتعرف مين هو العدو ومين هو الحبيب. يصير في فورا. وما في شك سوف تكتمل تلك الثورات. معركتنا معركه وعي وما يقوم به المخلصين من ابناء الامه هم بيوضحوا الصوره تماما. نعم. نعم. يعني انت الان حكام العرب يعني بيجلدوا مه. من الحاكم في الولايات المتحده الامريكيه. ويسبوا علنا ويؤمروا علنا أمام شعوبنا يعني أنت حاكم مصر الانقلابي المدعو سيسي يعني أنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في التسريبات الأخيرة كان يصفه بلفظ قبيح جدا يعني اللفظ هو ما هو موجود فاكن كيلر يعني القاتل الملعون او هي طبعا مهم. مجمله إن نهيك عن انه حكام الخليج يؤمرون وينفذون تماما اذا ترامب لما ذكر بشار الاسد بانه الحيوان وصف بالضبط على مرأى العالم اذا الامور واضحه تماما نعم. انه تلك الانظمه هي انظمه غير شرعيه ولذلك هي تقبل بتلك الاهانه مهم. وهي تقبل بانها تقدم الجزيه والضريبه الغير يعني قانونيه يدفعون ضرائب للولايات المتحده ومن شابه الولايات المتحده عنوه وغصبا عن ارادتهم وفي ظل شعوب فقيره نعم. تبدد ثروات الشعوب العربيه يعني انت الثروات بتاعت الامه العربيه تساوي عشرات اضعاف الثروات الموجودة في اوروبا وبالتالي ما فيش توزيع عادل لتلك الثروات وهي تبدد اذا الحل الوحيد ان شعوبنا تمتلك زمام ارادتها وتعود الاراده لتلك الشعوب هم يختارون من يمثلهم تمثيلا حقيقيا وليس صوريا وتلك البرلمانات ومجالس الشورى الوهميه لا قيمة لها لابد ان تنتفض الشعوب من المشرق الى المغرب ما لم يكن هناك من بين هؤلاء عاقل ورشيد يحاول هو يسبق تلك الثورة القادمة ويتصالح مع شعبه ولا يفرض نفسه يعني اي حاكم عربي يقول انا من الان هذه اوراقي وانا متراجع عن السلطة ومن فضلكم اختاروا من الان مثل ما عملوا تونس مثلا مثلا تونس يعني حاولت سلم انها ومشي. انها مشيت في الطريق ولكن ما زالت الثوره المضاده في تونس تماما بتحاول انها تقمع والثوره المضاده هي اراده المحتل في بلادنا جميع المؤسسات اللي تم بنائها في العالم العربي هي مؤسسات في الاساس لخدمه المحتل القديم اصبحت الجيوش العربيه والشرطه والامن العربي سلاح موجه الى تلك الشعوب فقط لا غير صح آه لكن آه آه هم السلاح موجه لكل من له راي مخالف لتلك الانظمه تمام. ومن لم يرى يعني زي ما بيقول اللي مش شايف من الغربال يبقى اعمى للاسف استاذ يعني محمد كل شيء واضح لأن كلمتك الاخيره لأن وقتنا راح ينتهي والله شوف كلمتي الاخيره لابد ان من له ضمير او باقي له من ضمير سواء من تلك الانظمه الغير شرعيه التي نحن لا نعترف بها كشعوب من لهم باقي ضمير عليهم ان يعودوا الى رشدهم يتصالحوا مع تلك الشعوب المكلومه المظلومه في المنطقه في عالمنا العربي آه. لابد من كسر جميع الحدود الوهميه نحن لا نعترف بتلك الدويلات التي تم صنعها على يد المحتل البريطاني تلك الحدود الوهميه لأن جميع الشعوب العربيه هم امه واحده وهم في الاصل تجد نفس العيله في سوريا هي في العراق هي في مصر اذا لماذا احنا نضع حدود ونعلي تلك الاسوار بين ابناء امه واحده تلك الانظمه الغير شرعيه الوظيفيه التي هي ورثه دور المحتل البغيض هم يقومون بدور المحتل ولكن في الجلباب العربي وفي الملابس العربيه هم يتحدثون بلسانك ولكن قلوبهم وأفئدتهم تخدم مصالح شعوب اخرى او كيانات اخرى وهذه الماساه التي تعيشها امتنا هي مكيه ومن كثر البكاء اصبحنا لا نميز بين البكاء والضحك تماما <applause> يعني حياتنا في الحقيقة نأمل من شعوبنا أنهم يفيقوا ولا يقبلون بعيشة العبودية ويسعوا إلى تحرير أنفسهم لا يوجد أحد يحررك مما أنت فيه إلا بيدك فيش حد يمسح دمعة أحد إلا يدك أصدقائي وهيك بتكون انتهت حلقتنا اليوم إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها نشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه وانا مني السلام عليكم